يو واتس اب ما فاميلي، جيسبر كلكم تكونوا ابيان دو بيان، واحد بواحد كلكم تكونوا مزيان. 5000 ابوني كامله تكون كلها مزيان. سو فهاد الفيديو غنقول واحد البلان اللي اي واحد كيكون بادي في لونطريمون كيبقى يطيح قبل واحد الكيسيون دي مو جو بونس تو غتفهمو من المانياتور اللي شفتو. ما علينا، الا كنتي اول مره انت كتفرج فيه ولا تشاهد ولا تفرج عليه بلا سبسكرايب، تبارك عليه باش تولي انت من العائله ديالنا، تولي من داك 5000 وتزيد وتزيد ان شاء الله تكثر 10000 20000. فهمتي وحنا طالعين وما عليك تمشي على اليوتيوب انستغرام تاعك هنا ولا هنا، وتبارك على فولور غردها لك باش نبقاو نعطيو كاملين. بيس. قبل ما نبداو الفيديو ما تنساش دير ابوني لاخي، ما تنساش دير لايك للفيديو. باي باي، نحييكم على فيديو جديد. هاد الكيستيون هذا ديال واش مين غادي نكون كنتريني، واش مين فوا غادي نبدا نتريني، واش غادي نقصر، واش غادي الطو ديالي غادي يتحد. هاد الكيستيون راه كيطيح على اي واحد بزاف نتاع الشباب اللي كيمارسوا هاد الرياضة نتاع كمال الاجسام، كيطيح لهم هاد الكيستيون. فالو كيقولوا راه انا الا دخلت الرياضة كمال الاجسام غادي توقف الطول ديالي، ما غاديش يبقى تكون واحد الزيادة في الطول ديالي، غادي نقصر، غادي بزاف ديال الهضرات الشائعات على هاد الرياضة هادي. ولكن هاد الهضرة راه ما منهاش، بالعكس هاد الرياضة كتخليك انك تقوي العظام ديالك والسمك ديالها وحتى الطول ديالها كتخليك، يعني هاد الهضرة راه ما منهاش. اول حاجة خاصنا نعرفوها هي واحد الهرمون اللي هو سميتو هرمون النمو او الجلوت هرمون. هاد الهرمون هذا هو اللي كيساعدك انك تزيد انت وانت في طول القامة ديالك. وهاد الهرمون هذا كيكون عند الذكور، ما كيكون كيطلع كيكثر في الجسم ديالنا ما بين 14 عام ولا 13 عام حتى ل 21 عام ولا 18 عام، يعني ديك النسبه متقاربه بين تبر ما بين 13 و 14 عام كيبدا حتى ل 18 ويقدر يسالي حتى ل 21 عام. المهم في هذه المرحله هذا العظام داك كيبقى يتزاد الطول ديالو والسمك ديالو، ولكن اون فوا كتفوت المرحله نتاع 21 عام كيكتمل النمو ديال العظام ديالك، وخصوصا في واحد المنطقه كتسمى بصح النمو، كيتولي داك الانسجه عظميه ما كيبقاش عندك فين تقدر تزيد من النمو ديالك. دابا انت ولا انت كتفرج تقول لي واش كاين شي دراسه دارت على هذه القضيه هذه؟ اه كاينه، واحد العلماء خداو 5 نتاع الدراري و 5 د البنات كيترينيو الرياضه ديال كمال الاجسام في عمر كلهم 16 سنه، و 5 الدراري و 5 البنات واحد اخرين ما كيترينوش رياضه كمال الاجسام. شنو داك 5 الدراري و 5 البنات اللي هما 10 نتاع الناس مين بقاو عطاوهم انهم ترينيو كبار رياضه كمال الاجسام لمده شهرين ياك، وماكله منتظمه والماكله ديالهم مزيانه، والاخرين عايشين حياه عاديه ما كاين لا لونطريمون وماكله عاديه ياك. من بعد واحد المده نتاع شهرين داروا جابوهم من داك الناس كامل 20 ديال الناس، 5 الدراري و 5 البنات كيترينيو، 5 الدراري و 5 ديال البنات ما كيترينيوش، جابوهم كاملين وداروا عليهم لي زاناليز التحليلات نتاع الطول نتاع الدم، لقاو بلي دوك الناس اللي كيترينيو في الدم ديالهم الجلوت هرمون او هرمون النمو مرتفع بزاف بالنسبة لدوك الناس اللي ما كيترينيوش. لقاو داك الناس اللي كيترينيو تزاد الطول ديالهم 90 مليمتر، على عكس داك الناس اللي تزاد الطول ديالهم مليمتر واحد لمدة شهرين. راكم عارفين في السن تاع 16 سنة كيكون الدري ولا البنت في الاوج، خصوصا الدري في اوج العطاء ديالو في النمو، يعني خاصك تستافد منها وتدخل تريني نتايا ولا انت خاصكم تدخلوا الدري باش تقدروا انكم تبدلوا من الجسم ديالكم بزاف ديال الحوايج. دابا غنعطيكم واحد المجموعه نتاع المحاسن ولا المميزات نتاع رياضه كمال الاجسام بالنسبه للناس اللي باقيين صغار. شنو هي؟ اولا كتعطيك زياده في الكتله العضليه وزياده في النمو ديالك وزيادة في نسبة الجلوت هرمون أو هرمون النمو الطبيعي في الجسم ديالك، مما يؤدي إلى ارتفاع الطول ديالك وزيادة من سماكة العظام ديالك. العظم ديالك كيتزاد في الطول وفي العرض كيتزاد العظم ديالك، وكتعطيك أنك تحافظ على الكوليسترول والضغط الدم في المستوى الطبيعي ديالو، وكتخليك أنك تكون عندك واحد الثقة في النفس. هادي من أحسن الحوايج اللي كتكون في هذه المرحلة هذه، بزاف د الحوايج كيخربقوك كتكون حاجة واحد الثقة في النفس، وانك كتعمر وقتك بهذا لونطريمون احسن ما تعمر بحوايج واحد اخرين. راكم عارفين من الوقت ديال 16 سنة كتكون معرض بزاف د الحوايج، البلية، التخربيق الخاوي، هاد الدوران وكذا. اللهم تعمر وقتك باش اون فوا توصل ل 21 عام ولا 22 عام غتكون استفدتي بزاف ديال الحوايج، غتكون كونتي راسك وعندك واحد الثقة في النفس وعندك واحد الجسم اللي الناس العاديين حتى كيوصلوا 22 عام عاد كيبداو يترينيو، ولكن انت الا بديتي في المدة نتاع 16 عام غادي تكون فتيهم بزاف ديال الحوايج. هو من غادي يدخل في 22 عام وانت في 22 عام وصلتي لواحد الهيئة يعني مزيانة، هو عاد باقي رقيق وكذا، غادي يقولك شحال في عمرك اخويا، غتقول 22 عام غادي يتصدم فيك، يعني ما عليك غير تثق في راسك وتدخل لهذا المجال تاع كمال الاجسام وغادي تبدل في حياتك بزاف د الحوايج، وغادي تزاد عندك واحد الثقه في النفس اللي غتخليك انك ديما تزيد القدام وديما راسك غادي يكون مرفوع. سو الى عجبك هذا الفيديو استفدتي منه ولا غير شويه، ما عليك غير تهبط لتحت وتبارك عندك لعيبه تاع سبسكرايب.
ضيفي عندي كيما قلت لكم سيغ انستغرام غتلعلك هنايا ولا هنايا وغدير لي فولو وتما غادي نهضروا كاملين تبقاو تشوفوا ستوريات وكذا. شنو اخر باقي خاصك دير لايك وشي كومونتير الا ما فهمتيش حتى ونزيد نفهمو لكم. الا بغيتي تشوفوا لا فيديو جاي ما عليك تكتبوا لي غير سيغ كومونتير ولا تقول لي سيغ انستغرام. هادشي اللي كاين هاد النهار. بيس. عارف زيادة هاد ولادي انا يرسولي كل ماكينة يشتتوني كل بانيوم يرسولي قد الثلاجة ياكلولي من قميصة ويفرموني كل مصبانة ويسقيوني من المدينة يرسولي كل خريجة ارسالي كل ماميصة ويبركولي كل عمالة ويفرتكولي كل عمارة يسرقولي كل بانيوم يهرسولي كل ماكينة ويفرقوني كل قميصة ويصبنولي كل ملابس ويهرسولي كل مقاعد.